أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. اليوم عاوز أتكلم عن موضوع كتير 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 مهم، سميع أم مطيع؟ بتعرفوا اليوم في كتير ناس بتسمع كل أنواع الكلام، ويعني وبتتكلم كل أنواع الكلام. سمع عن سمع بيختلف. في سفر الجامعة الإصحاح الأول يقول الحكيم: والأذن لا تمتلئ من السمع. يعني إذا سمعت الوذن أو الأذن ليل نهار من الكلام لا تمتلئ من السمع، كما أن الكلام كل الكلام لا يقصر، والعين لا تشبع من النظر. لكن الكتاب المقدس بيتكلم عن نوع آخر من السمع. في إنجيل لوقا إصحاح الخامس والآية الأولى مكتوب: وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله. طبعا المسيح كان بيتكلم، وبيتكلم كل أنواع الكلام الجميل، الكلام المؤثر والمغير. بعدين أخذ سفينة واستخدمها منبر حتى يكلم الناس، ومن بعد ما سمعت الناس طلب من بطرس أن يبعد إلى العمق. وفي العمق طبعا الإنسان بيركز أكثر، بيسمع أكثر، بيلمس وبيختبر حضور الله أكثر في الهدوء. فإذا المسيح كان دايما بيركز على موضوع السمع. إذا بتتذكروا في عظة المسيح على الجبل قال هذه العبارة: فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل، يعني رجل حكيم، بنى بيته على الصخر. المسيح كان دائما بيتكلم. جاء البعض ليستمع فينتفع، وجاء البعض الآخر ليستمع فينتقد، وجاء البعض الآخر آخرون ليستمع ولكن لكي يستشفي. يستشفي تتكلم عن الجسد والنفس والروح والإرادة. فجاء المسيح ليلمس كل الكيان. المسيح كان دائما لما بيتكلم، حتى في متى 13 لما كان بيتكلم عن الأمثال قال: لهم عيون ولكنهم لا يبصرون، لهم آذان ولا يسمعون ولا يفهمون. عارف مشكلة السمع هي مشكلة. أنا بتكلم مش عن مشكلة جسدية، أنا بتكلم عن أمور أعمق في هذا الموضوع. في ناس بتسمع وبتطنش، في ناس تدخل الكلمة من أذن وبتطلع من الأذن الأخرى، وفي ناس ممكن تطلع عليك وتراقبك وعم تسمع لكن غير مبالي وغير مكترث. أو كزوجة عم تحكي بتحكي بتحكي مع زوجها، هو عم بهز براسه بس بالحقيقة أو بالواقع هو مش عم بيسمعها. هون كلمة السمع هي فيها يعني طاعة وفيها خضوع أيضا. شمعاء في اللغة العبرية اللي فيها تمعن، فيها اهتمام، فيها تفرس، وفيها حب للسمع. تعرفوا احنا اللي بنتكلم بكلمة الله كتير مرات بالاجتماعات بيجوا اشخاص بيقولوا: يا سلام الوعظة كانت جميلة جدا، حلوة كتير كتير الوعظة. بتسألوا: طب شو الموضوع الوعظة؟ يمكن يجيب لك موضوع تاني غير الموضوع اللي انت كنت بتتكلم عنه. والامتحان بسيط جدا لكل شخص بيسمع. لما شخص بيسمع اسأله: شو فهمت من العظة؟ او شو فهمت من الموضوع اللي بتكلم عنه؟ وشو بيعني لك اللي سمعت؟ هل فعلا اخذت قرار وطاعة في هذا الموضوع؟ وهذا بيفرق جدا، لأنه ممكن ناس تكون بالكنايس عم تسمع بتسمع بتسمع لكن مش عم بتطيع. لكن في نوع آخر من الناس بولس الرسول
كان في فيليبي وكان بيتكلم لاجتماع من النساء عند نهر في منطقة فيليبي. مكتوب: وفتح الرب قلب ليديا لتصغي إلى مكان يقوله بولس الرسول. فإذا هي عملية سمع ولا إصغاء؟ الإصغاء فيها انتباه، فيها اهتمام، فيها اهتمام الروح والقلب اللي بيلمس، لأنه حتما الكلمة بتدخل دايما عن طريق السمع، وهذا مهم جدا أحبائي. حتى موسى في القديم مكتوب في سفر الخروج إصحاح 6 والآية 9: فكلم موسى هكذا بني إسرائيل، كان عم بيتكلم مع بني إسرائيل، شو كانت المشكلة؟ ولكن لم يسمعوا لموسى. أولا من صغر النفس كان في يعني تفكير عن ذواتهم أنفسهم ناقص، لما بيقيموا أنفسهم إحنا عبيد، يعني شو بتتكلم معنا، إحنا مين حتى نحارب فرعون؟ فمكتوب لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. عارف لما الإنسان بيكون مستعبد، مش شرط لفرعون أو لشعب آخر، فالعبودية مكتوب في يوحنا 8: لأنه من يفعل الخطية فهو عبد للخطية. وعندما تتفشى وتستشري الخطية في حياتنا فتتلوث حياتنا، الجسد والنفس والروح أيضا، فبصير خلل بالمخ، بصير خلل في التوازن، بصير خلل بالتفكير، مش عم بستوعب، مش عم بفهم، مش عم بيقتنع، يعني بيكون عم بيتفرج عليك لكن مش شايف، بيكون عم بيسمع كلامك بس مش سامع بالحقيقة، وهذا النوع خطير جدا. فلذلك أحباء الكتاب المقدس بيتكلم، هل أنت بتسمع ولا بتخضع وبتطيع لمشيئة الرب؟ سميع ولا مطيع؟ السميع يعني عارف اللي عم بسمع مغني ولا عم بسمع كلام، وكأنه بروح في هيك في خيال وفي نشوة معينة، لكن السمع الحقيقي اللي بيغير الكيان والحياة من الداخل. شوف ما قال الرسول يعقوب في سفر يعقوب الإصحاح الأول، بقول: إذن يا إخوة الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. هو أليس عجبا إنه الله خلق أذنان اثنين يعني، ونشكر الله لسان واحد، ولسان مش عارفين نعمل شيء فيه، فخلق أذنان اثنين عشان نسمع دبل عن اللي بنتكلم فيه. وهون لاحظ الكلام بقول: مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. بعدين بقول: ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. أليس عجبا إنه هذا فعلا شيء حقيقي؟ إذا أنت مسيحي ورحت على الكنيسة، شو بتتذكر امبارح كان يوم الأحد؟ شو بتتذكر من خدمة يوم الأحد؟ شو كان موضوع الوعظة؟ شو نقاط الوعظة؟ شو الخطوات العملية اللي أخذتها في حياتك إنه تطيع كلمة الله، الكلمة المغروسة المفروض تغرس فينا؟ وإلا يعني بيصبح يعني مثل ما بيقول: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح. فإذا اللي مش عاوز يسمع، الروح القدس عاوز يتكلم وعاوز يلمس القلب والكيان، بس في حواجز للأذن الروحية أنا أتكلم، أو العيون الروحية. بولس الرسول اتكلم، كيف يسمعون بلا كارز؟ كيف بدأ تسمع؟ بعدين بيقول في نفس الإصحاح في رومية 10: إذن
الإيمان بالخبر والخبر بسماع أو بكلمة الرب. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح. فإذا يعني بنرجع لكلام المسيح، كتير ناس أجت تسمع يسوع المسيح، البعض بينتفع، البعض الآخر بينتقد، والبعض اللي فعلا عاوز يتغير من جوا، سميع أم مطيع. أنا بصلي بالروح القدس يفتح دينيك ويفتح ذهنك ويفتح عينيك الروحية ويفتح قلبك لتصغي وتسمع كلام الرب يسوع، لأن المسيح قال كلامي روح وحياة. وبصلي اليوم إنه الكتاب المقدس يكون لذتك، لأن الله بيكلمنا من خلال الكلمة، وإنه يفتح دينيك حتى تستوعب وتطيع وتخضع لكلمة ومشيئة الرب. وشوف المعجزات اللي راح تنالها. تعرفوا الناس مش عم تعطي أهمية لقراءة كلمة الله، لكن بتستغرب لما بتقرأ الكلمة وبتمتلئ من الروح وبتصلي، الله بيكلمك، الله بيعلن، والله بيعمل أمور عجيبة في حياتك. بصلي اليوم من كل قلبي إنك تكون مطيع مش بس سميع. شارك هذا التأمل مع آخرين، والرب يباركك. اعمل شير.